أتكلم حضراتكم في بداية لقائنا النهاردة عن منتديات الشباب، ومن السنة اللي فاتت طلع يعني أو كان النسخة الأولى من منتدى شباب العالم اللي فيه عدد كبير من شباب العالم الحقيقة جم وحضروا، وكان ميكستشر كده أو خليط ومزيج ما بين شباب المصريين وشباب من دول كتيرة جدا حول العالم. اتكلموا على الأفكار، واتكلموا على بكرة، اتكلموا على المشاكل اللي العالم كله بيعاني منها زي التغيرات المناخية، ودي طبعا موضوع الحقيقة في منتهى الأهمية. الحقيقة أنه اللطيف في الموضوع لما تتابع جولة الرئيس وهو بيحضر الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتلاقي أنه في تايم سكوير، وأعتقد أنه يعني سواء من ذهب بالفعل إلى نيويورك سابقا أو منهاتن أو من لم يذهب، طبعا هو أشهر ميادين نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، ده مزار سياحي الحقيقة، ده يعني أي حد بيسافر نيويورك ما ينفعش ما يروحش كده تايم سكوير وياخد صور هناك وتذكار وما إلى ذلك. والحقيقة أنه في التايم سكوير تزامنا مع الدعاية أو تزامنا مع الوقت اللي فيه طبعا كل الضيوف بيحضروا الجمعية العامة للأمم المتحدة، زينت التايم سكوير صور أو بوسترز لمنتدى شباب العالم اللي هيعقد إن شاء الله في نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ. والحقيقة إنه حتى زملائنا اللي هناك يعني اللي حضروا من زملائنا من الصحفيين والإعلاميين، وإحنا بنكلمهم وإحنا بنبعت لبعض كده على فيسبوك، بيقولولنا إنه الفيدباك أو رد الفعل هناك من الشباب اللي واقف، أصل حضرتك واقف في تايم سكوير أشهر ميدان في العالم تقريبا، والصور دي موجودة والبوسترز، وبعدين الرئيس بيتكلم في البلازما اللي موجودة هناك في الميادين في الشارع، الرئيس السيسي بيتكلم، وتحته على طول تلاقي الورد يوث فورم المنتدى شباب العالم وشرم الشيخ نوفمبر 2018. فالطبيعي ان اي حد حتى لو حد يعني ما يعرفش حاجه عن المنتدى هيسال انه ايه المنتدى ده وازاي نقدر نشترك، الله ده في مصر وكمان في شرم الشيخ، طب ده الشباب بس اللي بيحضروه، طب نقدر نسجل ازاي، هاو تو ريجستر، ازاي نقدر نسجل وندخل على الموقع. يعني الحقيقه انها كانت صور جميله جدا، ويعني كنا فرحانين الحقيقه ان احنا نشوف الصور دي، لانه دي دعايه الحقيقه هايله لمنتدى شباب بفكره مصريه شبابيه بالاساس.